قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق المنتهية محمد سيالة إن الهجوم على مقر المفوضية العامة للانتخابات في العاصمة طرابلس كان متوقعا بسبب وجود جيوب لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة، موضحا أن الحالة الأمنية ما زالت هشة ونأمل أن يتم السيطرة على الوضع بشكل أفضل. وأكد سيالة في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة روسيا اليوم على أن من يريد إفساد مستقبل ليبيا هو من فجر مقر مفوضية الانتخابات. التفجير ننظر له برؤية المهتم، وكنا نتوقع أن تحصل بعض الحوادث نظرا لأن دواعش صحيح طردوا من سرت وتم مساعدة ليبيا في طرد الدواعش من سرت، ولكن بقيت هناك جيوب وتعلم ليبيا قارة، ليبيا مساحتها تقرب من 2 مليون كيلومتر مربع، والناحية الأمنية لازالت هشة، ولذلك بالنسبة لي كان متوقع. نأمل أن يتم السيطرة على الوضع بشكل أفضل، ولكن كان متوقع.